أنا أود أن أسمع رأي دكتور سعيد سلام فيما تتحدث فيه دكتور توفيق. يعني الدكتور توفيق يتحدث الآن أن هي رسائل واضحة فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، وأيضا الخاسر الآن من هذا الوضع هو الغرب. برأيك هل هذا صحيح؟ تتفق؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين والضيوف الكرام. بداية طبعا يجب أن نضع الأسماء والمصطلحات في مكانها وبشكل صحيح، حيث أن ما يجري في أوكرانيا هو غزو روسي شامل للأراضي الأوكرانية في محاولة لاحتلال الدولة الأوكرانية ومسحها عن الوجود، وعمليا الجانب الروسي لا يعترف بوجود هذه الدولة ولا يعترف بوجود الشعب الأوكراني. لذلك الجانب الأوكراني يقوم بالدفاع عن نفسه خلال هذه الحرب الشاملة ومنذ بدء العدوان الروسي في عام 2014، عندما كانت الدولة الأوكرانية قانونيا ودستوريا دولة محايدة ولا تنتمي إلى أي حلف عسكري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، اليوم كان هناك تصريح واضح من قبل وزير الخارجية الأوكراني يقول فيه بشكل واضح تماما أن ما يجري هو عملية دفاع عن النفس في أوكرانيا، وأن في حال عدم إيقاف الدولة الروسية عدوانها على أوكرانيا فإن هذه الحرب والدفاع عن النفس سوف يستمر، ولتحرير الأراضي الأوكرانية بشكل كامل عسكريا. هذا أيضا يفهمه جميع أيضا الحلفاء لأوكرانيا، حيث كان هناك تصريحا واضحا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لحلف الناتو أن هذه الحرب يمكن أن تتوقف في حال إيقاف بوتين عدوانه على أوكرانيا وسحب قواته منها، ولكن في حال إيقاف الدعم لأوكرانيا فسوف تختفي الدولة الأوكرانية من الوجود هي وشعبها. لذلك عمليا انطلاقا من هذا المنظور فإن الغرب ومعظم دول العالم، ودعونا نذكر أن 143 دولة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة قامت بالتصويت بإدانة هذا العدوان الروسي على أوكرانيا، ودعمت فيها أيضا المبادرة السلام بالنقاط العشر التي طرحها الرئيس الأوكراني. لذلك عمليا ما يتم هو انطلاقا أيضا من النظام الداخلي وميثاق الأمم المتحدة هو دعم دولة في الدفاع عن نفسها وليس دعم دولة معتدية، كما يعني هو الحال بالنسبة للنظام الروسي. لذلك المحاولات النظام الأوكراني أو القيادة الأوكرانية والشعب الأوكراني الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو هو من منطلق دفاعي بحت وليس من أجل الاعتداء على أي دولة أخرى. وأود هنا أن أذكر أن فنلندا انضمت سابقا إلى حلف الناتو، وهي زادت عمليا ب1250 كيلومترا حدود حلف الناتو مع روسيا، وليس كما ذكر الضيف من القاهرة أن أوكرانيا تشكل خطرا على الناتو. وأود أن أذكره أن الحدود الروسية الأمريكية تبعد عن بعضها 4.5 كيلومتر في منطقة ألاسكا، فإذا لو كان الحلف أصلا يشكل تهديدا لروسيا لما قامت روسيا بالعدوان على أوكرانيا لمنعها من الانضمام كما تقول. ولو أن الحلف والولايات المتحدة تريد انهيار وتدمير الدولة الروسية لما وجدت أفضل من هذه الفرصة في العدوان الروسي على أوكرانيا من أجل أن تشن حربها على النظام الروسي وتلحق به هزيمة. إذن لماذا لا يوجد إطار زمني للانضمام انضمام أوكرانيا للحلف؟ كان واضحا خلال التصريحات جميعها بالأمس واليوم التأكيد على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ولكن بعد انتهاء الحرب. هل يمكن أن نقول أن الحرب ستنتهي غدا؟ أم بعد شهر أم بعد سنة؟
لذلك لا يمكن تحديد متى تبدأ هذه، متى سوف يكون الانضمام إلى الحرب. وأيضا هناك تأكيد وخطوة مهمة هي الاستغناء أو إلغاء خطة عمل العضوية، وهي عادة يعني تحتاج إليها العديد من الدول من أجل إعادة تنظيم يعني القوات العسكرية